اخوتي اخواتاتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الاخوان، طولنا عليكم الغيبه، يعني من بعد سوق الخميس ما حطينا حتى شي فيديو ديال الاسواق، وان شاء الله غدا سوق الثلاث غادي نكونوا في الموعد، الله يدير الخير. بالنسبه لهاد الخرفان الاخوان، هادو خوت الخرفات اللي كنباع لك 7-8، راه غني عن التعريف، تبارك الله، اللهم يسير. صيفط لي هذا الفيديو هذا نشاركه معكم، تحياتي لكم. خليكم الاخوان مع تتمه الفيديو. يعني صراحه واخا ما باينينش مزيان، ولكن تبارك الله المليح ديال الخروف، المليح تبارك الله ديال الخروف، خروف البكري هو هذا، تبارك الله ما شاء الله. خليكم الاخوان تسمعوا الثمن. واش عمرك تباع هاد الخير هذا؟ 33500. الله يسخر المال، الا جبتي سير. خوتي هادوك الخروفات ديال نهار الثلاث ان شاء الله تباعوا. كما سمعتوا الثمن الاخوان باش تباعوا 1675، تبارك الله ما شاء الله، المليح الحمد لله ديال الخروف. الخروفات الاخوان تباعوا خوتهم ب 1225 درهم باش تباعوا خواتاتهم خروفات. ونتمنوهم الله التيسير، الله يدير الخير، تبارك الله عليكم، تحياتي لكم الاخوان. موعدا ان شاء الله غدا الثلاثاء.